هذا المعرض كيدير موسمي تابع الموسم ديال الوالي صالح بوعبيد الشرقي من مدينة أبي الجعد. وهذا المعرض كتنظمو الغرفة الصناعة التقليدية بالجهة. وهذا المعرض كيعطينا واحد الفرصة للصناع التقليديين كيعرضوا المنتوج ديالهم باش كيتعرف المنتوج ديالهم عن الزبناء. حقاش هذا المعرض هذا وهذا الموسم هذا معروف وطنيا، كيجيو الناس من مناطق ديال المغرب كاملة، والعارضين اللي مشاركين حتى هما من مناطق ديال المغرب كاملة. كاينين عارضين من 12 جهة اللي كاينة في المغرب، كاينين من الصحراء، كاينين من الشرق، كاينين من الوسط، كاينين من الشمال. يعني واحد المعرض كبير وكيعطي فرصة للصناع باش يسوقوا المنتوج ديالهم. وراكم عارفين الصانع كيبقى يخدم العام بالخصوص حنا في الجهة، وكنديروا هاد الصناعة ديال الأسرجة ديال التبوريضة، وتتجي مع الموسم ديال مع الموسم ديال عبيد الشرقي اللي تتكون فيه التبوريضة وتكونوا فيه الخيل وتكونوا فيه تبقاو نخدموا. كنوجدوا لهذا الموسم كنوجدوا ليه واحد 6 شهور حنا كنوجدوا ليه، وكنجيو نحمدوا الله وكنبيعوا نشريوا وكنتعرفوا على زبناء جداد، كيجيو الزوار جداد، كتبيعوا تشريوا وكتعطي الكارت فيزيت ديالك. وكاين تغيير هذا العام على السنين اللي داز، كاين تغيير في التنظيم، كاين تغيير في الحطان ديال لي ستون، وكاين تغيير يعني، وكاين تغيير حتى في المحرك ديال التبوريضه. يعني التجهيزات اللي دارت المدرجات ديال فين غيكون الجمهور اللي غيتفرج، دارت الحقاش هذيك حتى هي رياضه، هذاك التبوريضه فيها رياضه، فيها فن، فيها تراث مغربي اصيل. وكنطلبوا من المغاربه يجيو يزوروا هذا المعرض ويزوروا مدينه ابي الجعد. كاين فيه التبوريضه، كاين فيه سهرات. انا معلم ديال السروج. هاد الحرفه ديال السروج حرفه مغربيه، يعني من قديم الزمان كانوا اليهود المغاربه والمغاربه المسلمين في المغرب هما الاولين اللي بداو كيخدموا هاد الصنعه هذه، وتعلمونا الناس. كاين اللي تعلم ابا عن جد، كاين اللي تعلم عند صناع مهاره قدام. وحنا درنا واحد الجمعيه ودعمتنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وعلمنا شباب وشابات وتعلموا الناس الصنعه. وهاد الصنعه كانت غتنتطر، يعني كانت ما غتبقاش. وبالمجهود وبال المبادرة الوطنية اللي دار سيدنا الله ينصره الله يخليه لنا، هي اللي يعني هي اللي عودت، هي اللي عاونت و يعني ساعدت هاد الصنعة هادي باش كانت ما غتبقاش. شحال انت دابا من سنة وانت في هاد؟ 34 عام وانا في هاد الحرفة هادي ديال سميتو 34 عام. والسرج كاينين ثلاثة انواع ديال السرج، كاين السرج ديال النطع، يعني السرج ديال اللي كيتطرز باليد كيتسمى النطع، فيه 37 قطعة. وهذاك السرج ماشي كيخدمو غير المعلم السريجي، هذاك السرج كيخدمو فيه 5 المعلمين. كاين المعلم اللي كيفصل وكيرشم، وكاين المعلمة اللي كيمشي لعندها اللي كترز، وكيدوز عاوتاني عند المعلم اللي كيخدم برشمان اللي كيدير البرشمان، وعاد عاوتاني كاينة خدمة أخرى اللي كادز فيه ديال المعلمة اللي كتخدم الضفيرة وكتخدم الهدب. يعني حنا كنقولو لها الهدب، والناس ديال مراكش كيقول لهم الزرر. وكاين عاود تالي المعلمه اللي كتخدم الكويل، وكاين عاود تاني السفيفه، داك المعلمه اللي كتخدم الضفيره كتخدم السفيفه. عاد عاود تاني كنجيو الجلد، الجلد حتى هو كناخذوه من فاس او من مراكش او من خنيفره او من بني ملال، فين كاينين دار الطباخ يعني. وكل الجلد، كل دار الطباخ عنده واحد الجلد ديالها كيتميز في كيخدم لينا. كاين اللي الجلد رطاب، كاين الجلد اللي واقف، كاين وكاين النوع الثاني ديال السرج، وهو السرج اللي كيتخدم بالطرز الرباطي، هذا نوع اخر.
وكاين السرج الحسبي اللي كيتسمى حسبي، هو اللي كيتخدم بالنوع. كاين السرج الحسبي اللي كيتخدم بالحرير، تيكون هذاك السرج اصيلي تيتخدم بالحرير. وكاين السرج اللي كيتخدم بواحد التوب كيتخدم مع عند الدراز، اما تيتخدم عند النسل اللي كينجو داكشي ديال المزيوي. هادو هما الانواع ديال السرج.